بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني لتشجيعنا على الاستمرار والعطاء. ولأي استفسار يمكن كتابته في خانة التعليقات وسنقوم بالرد عليه في أقرب وقت. موضوع حلقة اليوم عن تركيب خلطة التربة المخصصة للزراعة في الأصص. مكونات الخلطة، معظم الخلطات المطلوبة تتكون من الكمبوست، البيتموس عفوا، والكمبوست النباتي، والرمل، والطمي، والبرلايت، والفيرمكيولايت حسب الحاجة. ولتجهيز الخلطة نحتاج إلى معيار لنعاير به المكونات. أي حجم بشرط أن يكون معيار ثابت يستخدم مع جميع المكونات. سنتحدث اليوم عن خلطة التربة الخاصة بزراعة الخضروات، بما أنه موعد زراعة الخضروات، وهي تكون بنسبة 2 رمل إلى 1 طمي إلى 1 بيتموس إلى 1 كومبوست نباتي. نقوم بأخذ المقادير بالمعيار الثابت، مقدارين من الرمل، مع مقدار من الطمي أو الطين، مع مقدار من البيتموس، مع مقدار من الكمبوست النباتي. نعيد عليكم مكونات الخلطة: 2 رمل إلى 1 طمي إلى 1 بيتموس إلى 1 كومبوست نباتي. وعند الرغبة في إضافة القليل من البرلايت يتم إضافة ربع مقدار من البرلايت المحبب إلى خلطة التربة. وطبعا تختلف النسبة من على حسب مجموعة النباتات، فكل مجموعة لها مكونات تربة معينة. وفي حالة الرغبة في إضافة الفيرميكيولايت أيضا يضاف ربع مقدار من الفيرميكيولايت، وهو اختياري وليس إجباري مع الخلطات معظم النباتات. ولكن في حالة استخدام الكوكوبيت كبيئة يجب إضافة الفيرميكيولايت لتعديل حموضة البيئة، لأن الكوكوبيت يعتبر عالي الحامضية، هيتكون درجة البي اتش في ما بين 3 إلى 3.5. ثم نقوم بخلط المكونات خلطا جيدا، ويفضل أن يتم خلط المكونات على الأرض المسطحة حتى يكون الخلط جيد. ولزيادة خصوبة التربة يمكننا أن نضيف ربع ملعقة صغيرة من شلات الحديد المخلبية، وربع ملعقة صغيرة من الهيوميك أسيد، وربع ملعقة صغيرة من سلفات البوتاسيوم على 2 لتر ماء، ويتم ترطيب التربة بها
على عدة مرات أثناء الخلط، ويتم الخلط بعد كل رشة، وبذلك نكون خلطنا مكونات التربة، ونعيد تكرار نفس المكونات بنفس المقادير حتى يمتلئ الإصيص المخصص للزراعة، ولا داعي لإعادة التكرار حتى لا نطيل الفيديو. سنعيد عليكم مكونات التربة: 2 رمل إلى 1 طامي إلى 1 بيتموس إلى 1 كومبوست نباتي لزراعة الخضروات، شتلات الخضروات. والبرلايت والفيرموكيولايت حسب الحاجة، ليس من الضروري إضافتهم إلى مكونات هذه التربة، لكن فقط ذكرناهم حتى نذكر النسبة. وطبعا من الضروري أن تكون جميع مكونات التربة منخولة أو مهزوزة من خلال هذا المهز أو المنخل الذي يستخدم في أعمال البناء والإنشاء، حتى نحصل على خلط التربة ناعمة وخالية من الكتل أو الحجارة. يتم خلط الطمي والرمل والكمبوست النباتي. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وشكرا لمتابعتكم، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.